السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة دي لطلاب المستوى الثالث تعليم مفتوح مادة المحاسبة القومية، بيقدمها لحضراتكم دكتورة فاطمة دسوقي قسم المحاسبة كلية التجارة جامعة الزقازيق. أول حاجة عايزين نعرفها يعني إيه محاسبة قومية. المحاسبة القومية دي فرع من فروع المحاسبة، بيستند على مجموعة من المبادئ والمفاهيم والأسس المحاسبية زيه زي المحاسبة المالية بالظبط. وزي ما كانت المحاسبة المالية بتهدف لتصوير النشاط الاقتصادي لمنشأة أو شركة معينة، المحاسبة القومية برضو بتهدف لتصوير النشاط الاقتصادي ولكن على مستوى الدولة ككل، يعني على مستوى المجتمع بكل القطاعات اللي فيه. عشان إيه؟ عشان أقدر أقيس نتائج النشاط ده وأقدر أعرض وأحلل العمليات الاقتصادية اللي قامت بيها الدولة، وذلك بهدف ان الدولة تقدر تقيم نتائج النشاط الاقتصادي بتاعها وتوفر بيانات ومعلومات بتكون محتاجاها عشان تقدر تخطط وترشد سياساتها الاقتصادية وتاخد قراراتها على المستوى الجزئي والكلي. طيب، من التعريف اللي فات اقدر استنتج بعض الامور. زي ما قلنا المحاسبة القومية دي فرع من فروع المحاسبة، بتستند لمجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها زي القيد المزدوج والوحدة المحاسبية والأهمية النسبية وكافة المبادئ اللي كنا بندرسها في المحاسبة المالية. بيتركز اهتمام المحاسبة القومية على ان هي تقيس نتائج النشاط الاقتصادي للاقتصاد القومي كله او لأي قطاع من القطاعات الخاصة به. بتوفر لي بيانات ومعلومات عشان اقدر اخطط واتابع عملية التخطيط وعملية التنفيذ واقدر اخد القرارات الاقتصادية المناسبة. الوحدة المحاسبية عندي هنا في المحاسبة القومية زي ما قلنا هي اي قطاع من القطاعات المكونة للاقتصاد القومي، او ممكن ان انا انظر للاقتصاد القومي كله كوحدة محاسبية واحدة. من خلال التعريف اللي فات اقدر ان انا استنتج اهداف نظام المحاسبة القومية. بلاقي ان عندي هدف رئيسي بيتفرع منه مجموعة من الاهداف الفرعية. الهدف الرئيسي هو ان انا اقدر اقيس واعرض نتائج النشاط كاساس لاتخاذ القرارات. من خلال الهدف الرئيسي ده بيتفرع منه قياس نتيجة النشاط الاقتصادي للدولة خلال فترة زمنية معينة، عشان المحاسبة القومية دي بتقيس لي الناتج القومي وبتوفر لي معلومات عن الاستهلاك والاستثمار، واقدر من خلال البيانات دي اقدر اركب حسابات الدخل والناتج القومي واحدد الثروة القومية للدولة في لحظة معينة. كذلك بتوفر لي بيانات ومعلومات عشان اقدر اخد قراراتي وارشد السياسات الاقتصادية. بتساعدني في التخطيط الاقتصادي ومتابعة التنفيذ للخطة اللي الدولة وضعتها. ممكن من خلال برضو بيانات المحاسبة القومية أقدر أعمل رقابة على الأداء الاقتصادي من خلال تصوير الموازنة القومية ومقارنتها بالأداء الفعلي، وحدد الانحرافات وشوف إيه مسبباتها وأقدر أعالجها. كذلك بتظهر علاقات التشابك بين القطاعات المختلفة للاقتصاد القومي، بتوفر لي مؤشرات مهمة قوي لتقييم الأداء زي مؤشرات كفاءة رأس المال، مؤشرات التوازن الاقتصادي زي التوازن بتاع الميزانية القومية وميزان المدفوعات والإنتاج والاستهلاك والإدخار والاستثمار. بتوفر مؤشرات الرفاهية الاقتصادية زي ان انا اقدر احسب نصيب الفرد من الدخل القومي ومتوسط الأجور ونصيب الفرد من الاستهلاك النهائي. بتبين لي علاقة الاقتصاد القومي بتاع الدولة بالعالم الخارجي. ممكن من خلال بيانات المحاسبة القومية برضو ان انا اعمل مقارنات مكانية وزمنية. المقارنات المكانية دي بتتم بين الدولة ودولة اخرى، والمقارنات الزمنية دي بتكون لنفس الدولة عبر سلسلة زمنية معينة. نروح بعد كده لنقطة تانية، ان انا اقارن بين نظام المحاسبة القومية وباقي الأنظمة المحاسبية الأخرى. بعد ما قلنا التعريف والأهداف يبقى سهل علينا ان احنا نقارن بين المحاسبة القومية والمحاسبة الخاصة. هنقارن من خلال عدة نقط. اول حاجة الهدف،
زي ما قلنا المحاسبة القومية والمحاسبة الخاصة بيتفقوا في الهدف الأساسي، وهو إن أقيس إن أنا أعمل قياس لنتيجة النشاط الاقتصادي، وأوضح المركز المالي، وأوفر معلومات عشان أتخذ القرارات والمساعدة في التخطيط والرقابة. طيب الاختلاف عندي في إيه؟ في طبيعة نتيجة النشاط الاقتصادي ومكونات المركز المالي. فمثلا هلاقي إن المحاسبة الخاصة بتهدف لتحقيق أكبر ربح ممكن، أو تحقيق أهداف خاصة أخرى، زي إن أنا مثلا أزود المبيعات، إن أنا أحقق حصة سوقية معينة. ده ما بيحصلش في المحاسبة القومية، بنلاقي إن لها أهداف معينة لأنها بتتعلق بالنشاط الاقتصادي ككل. فمثلا هلاقي إن من أهدافها إن هي تقيس وتحلل الناتج القومي والدخل القومي، إظهار وبيان القيمة المضافة، رسم السياسة المالية والاقتصادية، كذلك مراقبة تنفيذ الخطة الاقتصادية المرسومة. نروح بعد كده لنقطة تانية، وهي المقارنة من حيث الوحدة المحاسبية. بلاقي إن الوحدة المحاسبية في المحاسبة الخاصة هي الوحدة الاقتصادية، فبلاقيها إن هي أصغر من المحاسبة القومية، بتقتصر على المشروع في المحاسبة المالية أو القسم أو الإدارة في محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية، لكن في المحاسبة القومية بيكون نطاقها أوسع، فلاقي إن هي بتشمل الاقتصاد القومي كله كوحدة واحدة بمختلف وحداته وقطاعاته. بعد كده نقارن من خلال الأدوات المستخدمة. هناك العديد من الأدوات اللي المحاسبة القومية بتستخدمها عشان تحقق أهدافها. فمثلا عندي حسابات الدخل القومي، وهي وسيلة لقياس نتيجة النشاط خلال فترة زمنية معينة، والفترة دي عادة بتكون سنة، عشان أقدر أستخرج إجمالي وصافي لقيمة الناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي. كذلك عندي حسابات تدفقات الأموال، بتظهر لي العلاقات المالية المتبادلة بين القطاعات، وتوضح مصادر التدفقات المالية واستخدام هذه المصادر. كذلك عندي حسابات المدخلات والمخرجات، بتصور العلاقات بين القطاعات الإنتاجية ومدى اعتماد كل منها على الآخر. أيضا عندي ميزان المدفوعات، بيوضح العلاقة بين الدولة والعالم الخارجي، سواء كان العلاقة دي في صورة صادرات أو واردات أو قروض. لكن عندي في ال عندي كمان في الأدوات المستخدمة في المحاسبة القومية الميزانية القومية، بتظهر لي أرصدة الأصول والخصوم في تاريخ معين عشان أقدر أحدد صافي الثروة القومية. لكن عندي في المحاسبة الخاصة بتتفرع الأدوات دي بقى، المحاسبة المالية، محاسبة إدارية، محاسبة تكاليف وغيرها من الأنواع المختلفة. طيب تعالوا نقارن من حيث الوحدة الزمنية. بنلاقي إن الحسابات القومية بتعد على أساس سنة، وبالتالي هتتفق مع الوحدة الزمنية المستخدمة في المحاسبة المالية. هنلاقيها بتختلف في إيه؟ مثلا في محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية ممكن تقل شوية، مثلا نعملها لعدة شهور، وكذلك ممكن ان هي تزيد شوية مثلا لما اجي ادرس استثمارات طويلة الاجل. نروح اللي بعد كده لنقطة كمان في المقارنة من حيث وحدة القياس. بلاقي ان انا بستخدم النقود كاساس او كوحده للقياس، سواء في المحاسبه القوميه او في المحاسبه الخاصه. امال الاختلاف في ايه؟ ان المحاسبه القوميه بتاخد في اعتبارها التغيرات في مستوى الاسعار، لكن المحاسبه الماليه بتفترض ثبات وحده النقود. طيب اساس التقييم، أساس التقييم عندي في المحاسبة القومية بيتم تقييم الصفقات بالأسعار الجارية في السوق.
لكن عندي طبعا زي ما احنا عارفين في المحاسبة المالية كنا بنستخدم الأساس، أساس التكلفة التاريخية هو الأساس عندي في التقييم، وممكن ان انا استخدم التكلفة او السوق ايهما اقل، او القيمة السوقية او القيمة الحالية، على أساس طبعا العملية المراد تقييمها والغرض من التقييم. نروح بعد كده للمصادر البيانات. هنلاقي ان في المحاسبة المالية مصادر البيانات عندي بتتمثل في مجموعة دفترية ومستندية كاملة ومنظمة وموثقة، لكن مصادر البيانات عندي بتختلف شوية في المحاسبة القومية. بلاقي ان انا بجمع البيانات من احصائيات الجهات الحكومية والدفاتر المحاسبية للمشروعات، بعضها بيتم عن طريق الجهات المسؤولة عن التخطيط، والبعض الآخر بيتم عن طريق التقدير الشخصي. بعد كده نروح للفروض والمبادئ المحاسبية. هنلاقي ان المحاسبة القومية والمحاسبة الخاصة الاتنين بيعتمدوا على نفس الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، لكن بيختلفوا في طريقة التطبيق. ناخد مثلا مثال زي القيد المزدوج. بنلاقي في المحاسبة المالية بتقسم كل عملية لطرفين احدهما دائن والاخر مدين. بتسجل العملية في دفاتر كل من المدين والدائن باعتبار ان كل واحدة فيهم وحدة محاسبية مستقلة. لكن في نظام المحاسبة القومية الوحدة المحاسبية هي الاقتصاد القومي كله، وبالتالي هتقسم العملية مرة واحدة لطرفيها المدين والدائن، وتظهر مدينة كأحد استخدامات عوامل الإنتاج، وتظهر دينة كمصدر من مصادر الدخل. كذلك مبدأ الوحدة المحاسبية بيتطبق في المحاسبة المالية على مشروع واحد، لكن مثلا في محاسبة التكاليف بطبقه على جزء من المشروع بيتمثل في مركز التكلفة. لكن في المحاسبة القومية بلاقي الوحدة المحاسبية عندي بتتمثل في قطاع من قطاعات الاقتصاد القومي أو الاقتصاد القومي ككل كوحدة محاسبية واحدة. بعد كده مثلا ناخد برضو مبدأ تحقق الدخل أو الإيراد. بيتحقق الدخل في المحاسبة القومية بمجرد الإنتاج بصرف النظر عن البيع، لكن في المحاسبة الخاصة ما بيتحققش الإيراد إلا عند البيع. كذلك بقية المبادئ دي كلها بتطبق في كلا النوعين، زي فرض الشخصية المعنوية، وزي موضوعية القياس والقياس النقدي وأساس الاستحقاق والاستمرارية. ننتقل بعد كده لنقطة جديدة وهي أدوات نظام المحاسبة القومية. بلاقي إن عندي نوعين من الأدوات، في عندي أدوات قومية إجمالية وأدوات قومية تحليلية. الأدوات القومية الإجمالية دي بتشمل كذا نوع من الحسابات. عندي أول نوع وهو حسابات الدخل القومي. حسابات الدخل القومي دي وسيلة عشان أقدر أوصف النشاط الاقتصادي للدولة وصفا قيميا باتباع المبادئ المحاسبية خلال فترة محددة من السنة. من خلال الحسابات دي بقدر أقيس الناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي اللي هنذكرهم بالتفصيل في المحاضرات القادمة إن شاء الله. الحسابات دي بتشمل حسابات الإنتاج. حساب الإنتاج ده بيعتبر عرض إجمالي للنشاط الإنتاجي للاقتصاد القومي، بيقابل عندي حساب المتاجرة في المحاسبة الخاصة. عندي كمان حساب الاستهلاك، بيظهر كيفية التصرف في الدخل الناتج من النشاط الاقتصادي، بيقابل عندي حساب التوزيع في المحاسبة الخاصة. كذلك عندي حساب رأس المال، بيظهر التكوين الرأسمالي خلال السنة، بيقابل قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية في المحاسبة الخاصة. عندي كذلك حساب العالم الخارجي، بيظهر العلاقة بين الاقتصاد القومي والعالم الخارجي من حيث الصادرات والواردات والإقراض والاقتراض. تاني نوع من أنواع أو من أدوات المحاسبة القومية الإجمالية هو الميزانية العمومية القومية. بتظهر لي المركز المالي للاقتصاد القومي كله، وهي عبارة عن تجميع للميزانيات المعدة على المستوى القطاعي للدولة. تاني نوع من أدوات المحاسبة القومية هي الأدوات القومية
التحليلية بتشمل كذا نوع من الحسابات. أول حاجة وهي حسابات المستخدم والمنتج. الحسابات دي وسيلة عشان أقدر أوصف العلاقات الفنية التفصيلية بين القطاعات المكونة للاقتصاد القومي، مع التركيز على العلاقات الوسيطة ما بينهم، أي إنها بترتكز على التداخل الصناعي بين القطاعات المختلفة ومدى اعتماد كل صناعة على منتجات الصناعات الأخرى. تاني نوع من الحسابات عندي هو حسابات التدفقات المالية. النوع ده من الحسابات وسيلة برضو عشان أقدر أوصف النشاط الاقتصادي بشكل شامل في صورته المالية، من خلال توضيح عمليات الإقراض والاقتراض المتبادل بين القطاعات المكونة للاقتصاد القومي، أو المعاملات في الأصول والالتزامات المالية اللي بتصاحب عمليات تكوين الناتج القومي والتصرف فيه. ثالث نوع من الحسابات وهو ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات ده عبارة عن كشف تحليلي للبيانات الظاهرة في حساب العالم الخارجي، بيظهر لي كافة العمليات السلعية والمالية سواء كانت صادرات أو واردات أو إقراض أو اقتراض، وحركة النقد الأجنبي والذهب، حركة الذهب بين الدولة ودول العالم الخارجي خلال فترة معينة، وهي زي ما قلنا هي سنة. بعد كده رابع نوع من الحسابات وهو الموازنات التخطيطية القومية. الموازنات التخطيطية القومية هي عبارة عن خطة قومية تقديرية لفترة مقبلة، عادة سنة. طيب ايه الفرق بينها وبين الميزانية؟ الميزانية العمومية القومية دي بتعد بمثابة قائمة للمركز المالي الفعلي اللي هو الحالي في لحظة زمنية معينة، لكن الموازنة التخطيطية دي حاجة أنا بعملها تقديرية بقدرها للمستقبل. طيب الموازنات التخطيطية القومية دي بتنقسم عندي لنوعين، موازنات تخطيطية جارية وموازنات تخطيطية رأسمالية. الموازنات التخطيطية الجارية دي طبعا بتتعلق بالموارد والاستخدامات الجارية لفترة مقبلة، أما الموازنات التخطيطية الرأسمالية بتتعلق بالموارد والاستخدامات الرأسمالية لفترة مقبلة. وبكده نكون وصلنا لنهاية المحاضرة، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله.